سجابه الله شاهد انا ما قاصد شخص هالرساله جروح عن نفسي تخص قلت خل انشرها من باب الحروس راد ياخذ بيها الله يوفقه يا حسين انا ما ماخذ كلامي من الهمج عندي معصومين وعلي حجج حين قالوا حيو امرنا مهرج منهج الاحياء دين ومرتقى يا حسين دين بلساني حقيقة ملعيق اخدم المظلوم بخلاص وصديق بالرخاء والشدة ما عندي فروق واللي يحب من صدق ياهو يفرقه واللي يحب من صدق ياهو يفرقه لما نخدم كون عارف نفسي وين خدمة مني تريد بر الوالدين العاق حافر يصبح بصدر الحسين وانا ما اريد ان خدمتي معلقة يا حسين من اريد انطق بسيرة كربلاء كون ويرحمي ما قاطع صلة من اريد ابكي على ذيك العائلة كون ويا عيالي رح بالملتقى يا حسين شلون اسولف بالاخوة وبالقمار وانا ما شايف اخويا من شهر الف مرة احسينك يسر للظهر لان ما سرت بمسيرة ومنطقة لان ما سرت بمسيرة ومنطقة لما نخدم كون اخدم من صديق مو شنوحك عالمخيم والحريق من تصير طلاب اتهجم وديك ولي تنظر غير نظر المنطقة يا حسين ان كان بيه الخدمة رايدها تليخ ما خلي موكبي بنص الطريق حسين ما يرضى اراوي الناس ضيق يريد من عندي ثقافة مطلقة يا حسين عالسطح شي الفايدة معلق علم بيتي بي 1900 صنم يا فشلتي وحاسبيني على الخدم يمتهد مصنامي واصلح ما بقى يمتهد مصنامي واصلح ما بقى كون من نبكي على زينب والخدور بنيتي ما تخلع احجاب ولا ستور احتراما للمشن صوب اليسور عليهن عيون الشماتة حدقة يا حسين لساني لما يلهج بذاك المصاب كون ما ياخذ الغيبة ويستغاب حسين لما طاح طامي عالتراب حتى يروع مالي من جود السقا يا حسين حسين بين رماح ومية والسهام وصلى فرضه وأبد ماها بالخصام وأنا وي فرض الفجر أخفى وأنام بعد وين الخدمة شو بس لقلقه
بعد وين الخدمة شو بس لقلقة.